معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي بالتاكيد عنده حيره شديده جدا جدا في غياب فرانك كومبو وغياب كمان شمس الدين الزوادي وعدم يعني جاهزيه ممكن تبقى البلايلي يمكن ما يلحقش باللقاء او يلحق باللقاء ايا كان الوضع احنا حاطينه في التشكيله. لكن خليني اقول لكم ان تشكيله معين الشعباني لا يمكن تخرج عن الثلاث تشكيلات اللي انا هستعرضهم مع حضراتكم دول. اول واحده الطريقه هتبقى 4-2-3-1 وده ممكن يبقى منطقي جدا في فكره، وهو عايز يعوض يعني فارق الهدفين اللي دخلوا فيه 1-3 فبالتالي عايز يضغط على النادي الاهلي. معز بن شريفيه هيحتفظ بمكانه، خالد شمام هيحتفظ بمكانه، هيخش علي اليعقوبي مكان شمس الدين الزوادي وده وضع طبيعي جدا يعني مفيش نقاش ولا جدال ان علي اليعقوبي هو اللي هيخش مكان شمس الدين الزوادي، وعلى اليمين سامح الدربالي وهيرجع هنا واحد كان مصاب في اللقاء الاول اللي انا قلت لكم ده من اخطر لعيبه الترجي اللي هو ايمن بن محمد هيخش مكان حسين الربيع مفيش كلام لانه دخل من يومين مع فرقه الترجي التونسي من خلال التدريبات فبالتالي هيكون ايمن بن محمد العنصر الاساسي واللي موجود في ناحيه الشمال. في نص الملعب هتبقى الحيره الاكبر بالنسبه لمعين الشعباني، كولوبالي هيحتفظ بمكانه وده هنمتد معاه لاخر الماتش يا جماعه يعني خلي بالكم بس كل ما الوقت عدى بالنسبه لنا هيبقى مفيد جدا ولصالحنا لان ده حالته البدنيه بتقل شويه ومع غياب فرانك كوم هتقل اكتر لانه هيعمل مجهود كبير مع الشعلالي اللي هي ممكن الاخ معين الشعباني يرجعه مع جانب كولوبالي ويلعب قدامهم سعد بكير اللعيب الاشول لعيب كويس جدا جدا وكورته حلوه وبيلعب باص كويس وبيعمل ربط كويس ما بينه وما بين الثلاثي الامامي اللي هو انيس البدري ويوسف البلايلي وطه ياسين الخنيسي. دي ممكن التشكيله اللي يكون موجود بيها معين الشعباني او يبدا بيها معين الشعباني اللقاء. التشكيله الثانيه برضه في غياب فرانك كوم و شمس الدين الزوادي هيبقى معز بن شريفيه وعلي يعقوبي وخليل شمام وسامح الدربالي وايمن بن محمد. يبقى الخط اللي خلف ده لا يمكن يحصل فيه تغيير، مش هيحصل فيه تغيير خالص. في نص الملعب بقى ممكن ما يلعبش بسعد بكير لان هو كان موجود معاه على دكه البدلاء في اللقاء اللي كان في برج العرب ومع ذلك رغم تاخره بفارق هدفين وما استعانش بيه، قد يكون الراجل مش مستوعب قوي طريقه لعب سعد بكير او مش مقتنع بيها الله اعلم، فبالتالي ممكن يلعب بمحمد المسكيني. محمد المسكيني ده لعيب دفاعي بحت كورته مش عاليه قوي بيستخدمه هو الراجل ده التحاماته مش زي فرانك كومب طبعا مع كولوبالي وقدامهم يعني جيلان الشعلالي يلعب قدامه مكان سعد بكير وانيس البدري ويوسف البلايلي وطه ياسين الخنيسي بطريقه لعب 4-2-3-1 برضه. اخر واحده ممكن يلجا ليها معين الشعباني هتبقى 4-4-2 صريحه، معز بن شرفيه وعلي يعقوبي وخليل شمام وسامح الدربالي وايمن بن محمد وكولوبالي وشعلالي ويلعب باربعه امامي بقى انيس البدري ناحيه اليمين والبلايلي ناحيه الشمال وهيثم الجويني بعد رجوعه من الاصابه بجانب طه ياسين الخنيسي فيلعب بطريقه لعب 4-4-2. طيب لو لعب بالطريقه ديت في الاول هتهلنا بقى كده يا سمير كده سريعا وبكره بالتفصيل ان شاء الرحمن هنستعرضها مع حضراتكم لان هيبقى معانا فيديوهات للعيبه اللي راجعه في المباراه الثانيه زي ايمن بن محمد وزي سعد بكير. لو لعب بالطريقه ديت اللي هي 4-2-3-1 دي اللي هنشرحها دلوقتي بس وبكره هنشرح الطريقتين التانيين مع فيديوهات طبعا وارقام للعيبه الجديده ديت. معز بن شرفيه وعلي اليعقوبي وخليل شمام وايمن بن محمد وسامح الدربالي وكولوبالي والشعلالي وسعد بكير وانيس البدري ويوسف البلايلي وطه ياسين الخنيسي. انا وجهه نظري الشخصيه يعني ممكن الراجل ما يسمعش الكلام في الوقت ده هو حر طبعا لان هو اضرب فرقه الاهلي وماشي بشكل كويس او ما حدش يتكلم، لكن انا اقول ان ده لو لعب بالشكل ده هيبقى مطالب ان في حد يلعب مع الاستاذ ده اللي هو سعد بكير يبقى واحد يلعب معاه او خلفه بدل ما هنسيب له المساحه ما بين الاثنين اللي ورانا فاضيه فلازم واحد يلعب خلفه ويلعب اثنين قدامه. انا اميل ل 4-3-3 طريقتنا اميل لكده لكن طبعا في النهايه كارترون هو اللي عنده القرار النهائي. سامح الدربالي وعلي يعقوبي وخليل شمام وايمن بن محمد ما عندهمش العنصر السرعه اللي موجود في اي فرقه ممكن يبقى عندها الحته دي مميزه فيها فوليد ازارو طبعا غيابه هيبقى مؤثر جدا جدا لكن عندنا واحد كمان ما يقلش عن وليد ازارو في عنصر السرعه اللي هيبقى موجود فيها مساحات يعني ثق تماما من المساحات هتبقى موجوده اللي هو صلاح محسن فبالتاكيد هيبقى موجود صلاح محسن في مساحات يستغلها ممكن صلاح محسن. كولوبالي والشعلالي كولوبالي عنصر الوقت بالنسبه له هيبقى مش في صالحه كل ما امتد الوقت
ما بيبقاش في صالحه، لكن كورته هتبقى كويسه جدا. فبالتالي يبقى يعني حته ان انت تضغط في كل انحاء الملعب دي مش وارده. سعد بكير قلت لكم اميل ان في حد يلعب تحتيه هنا عشان يبقى دايما واحد قدام السردباكين كولوبالي وسعد سمير بالنسبه لنا. انيس البدري مع ايمن اشرف ما فيش مشكله، ويوسف البلايلي هيبقى مواجه مع محمد هاني، وان شاء الله الرحمن باذن الله هو واللي قدامه يلعبوا بشكل كويس. عشان كده بقول لكم العب 4-3-3 عشان اقفل الحته دي كمان، يبقى بقفل الجزء ده اللي هو سعد بكير، وبقفل الجزء ده اللي هو من ناحيه ايمن بن محمد ويوسف البلايلي. الخنيسي التعامل معاه مع كولوبالي وسعد سمير ان شاء الله الرحمن يبقى زي المباراه الاولى وما فيش خطوره ان شاء الرحمن. الشرح التفصيلي كله باذن الله هيبقى موجود بكره باذن الله. عشان كده بقول لكم اميل ال 4-3-3 بالنسبه لنا عشان تغطي الموجود ده اللي هو سعد بكير لو لعبه، او الشعلالي حتى لو لعب في الحته ديت، لو الطريقه هي 4-2-3-1 يبقى في واحد هنا قدام السردباكين بتوعنا وواحد بيغطي مع محمد هاني واسلام محارب، او محمد هاني واحمد حمودي، يبقى 3-2 دايما العدد لصالحنا احنا والزياده لصالح النادي الاهلي. على العموم بكره هنشرحها بالتفصيل لان هيبقى معانا وقت اطول. بعد شويه هيبقى معانا ارقام لايمن بن محمد وسعد بكير، ايمن بن محمد وسعد بكير وهيثم الجويني، الثلاثه اللي ممكن يبقوا موجودين من البدايه بنسبه كبيره، يا هم الثلاثه يا اما اثنين على الاقل منهم، او بالتاكيد لو ما فيش اثنين هيبقى فيه واحد، لكن دول ارقامهم من خلال ايمن بن محمد. هنستعرض الارقام دي كلها بكره بالتفصيل عشان بكره وقتنا هيبقى معانا اكتر شويه. دلوقتي هيبقى معانا استقبال للناس اللي هي هتستلم التيشيرتات اللي كانت موجوده يوم الجمعه باذن الله، وكمان هيبقى معانا كابتن عادل طعيمه وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني. ده ايمن بن محمد لاعب اساسي 5، صنع اهداف ما فيش، صنع فرص 4، عرضياته 6، دقه العرضيات 67%، دي نسبه هايله، تمريرات طوليه 24، دقه التمريرات الطوليه 42، دقه التمريرات القصيره 75، وده يبين لك ان هو لعيب كوره، يعني لعيب كوره لما توصل ل 75 يبقى ده لعيب كوره كويس. مراوغات ناجحه 6، تدخلات دفاعيه 14، تاكلينج 10. ده ايمن بن محمد. لو جيت لسعد بكير مثلا، الراجل ده صانع العاب الترجي اللي هو بيلعب رقم 10، عنده مثلا لعب اساسي 4، لعب كبديل 3، سجل اهداف 1، صنع اهداف 1، دقه التمرير 80%، يبين لك برده انه لعيب كوره كويس. معدلات محاولاته على المرمى في كل مباراه 9/10، معدلات صناعته للفرص في كل مباراة 9/10، نسبة المراوغات الناجحة تخيلوا 100%، نسبة المراوغات الناجحة 100%. فأنا قلت لكم الأول إن هو لعيب بالتأكيد كويس. تدخلات دفاعية في كل مباراة 1، ما بيلتحمش كتير، ما بيشتركش كتير، بيبقى بعيد دايما عن المناطق اللي ممكن يبقى يكون فيها حالة دفاعية، بتلاقيه واخد جنب لوحده كده، هو أشول يعني بالتأكيد. كمان الكرات الثابتة كان مهم إن احنا نحطها في الأرقام ديت، لكن مش مشكلة، الكرات الثابتة عنده بيعملها كويس جدا جدا جدا. هيثم الجويني محطة كبيرة جدا وجسمه بيساعده، محطة كبيرة هيثم الجويني، لعب كبديل 6 مرات في وجود طه ياسين الخنيسي، أساسي 2، أهدافه 2، صنع أهداف 1، نسبة فوزه بالالتحامات يعني الثنائية 58%، عدد محاولاته على المرمى 1، دقة تمريراته 50%. دي كانت إطلالة سريعة جدا على التشكيلة الأولى اللي ممكن يلعب بيها معين الشعباني في مواجهة الأهلي المصري. بكرة إن شاء الله الرحمن هيبقى معانا التفاصيل أكتر وأكتر من خلال التشكيلتين الثانية والثالثة، وكل واحد ممكن يقابله فرقة النادي الأهلي إزاي من فرقة الترجي. على العموم كل كبيرة وصغيرة إن شاء الله الرحمن هنا في ملعب الأهلي هنعرضها لحضراتكم يعني. هطلع فاصل وبعدين أستقبل الناس اللي هي فايزه معانا بالتيشيرتات، وبعديها على طول هاخد كابتن عادل طعيمه وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني نتكلم بتفصيل اكتر على مباراه الاهلي والترجي وبالتاكيد مباراه الدوري.